Tremendo. صاحبي البيت مشانا عشان ما معناش فلوس، وبنتي لسه ميتة مني يوم السبت عشان كان عندها التهاب رئوي، المستشفيات العادية إهمال. ودي ما بتمشيش وأنا ما بمشيش، برضه رحت مستشفى محدش عرف يعمل لي أي حاجة، ولا عرفوا يعالجوني عشان مش عارفة أنام على ظهري ولا عارفة على جنبي، ما بنامش غير على جنب واحد. جوزي رمانة لما لقاني تعبت وعييت رماني، مرضاش يقف حتى جنب البنت اللي ماتت، مسألش فيها ولا يعرف ماتت ولا عايشة، ولا يعرف عنها أي حاجة. رحت خدتها من مستشفى ميتة. أنا كل ما رايح المستشفى يرموني برضه، كل ما بودي بنتي دي برضه يرموها برضه، ما بيعملوش حاجة لحد. ناس كتير بتيجي تضايقنا، شباب مش عارفة أعمل معاهم إيه، وناس بتيجي تسرق أي حاجة، بتدور على أي حاجة تسرقها، وناس بتضايقني وبتضايق عيالي، وأنا مش عارفة أعمل أي حاجة. واحدة قاعدة على كرسي هتعمل مع ناس زي كده إيه؟ أنا كنت طبيعية عادي، كنت بمشي كنت بشتغل، بس فجأة كده لقيت نفسي مش قادرة أدوس على رجلي، وما بعرفش أنام غير على جنبي ده، وما بعرفش أقعد. خسيت قوي وعضمي كله واجعني، والبت دي بتجيب دم من شفايفها. الدكاترة مش عارفين يقولوا لنا حاجة، بيعملوا لنا إشاعات وتحاليل ويحولونا من دكتور لدكتور ويمشونا بعد كده. سنانها بتقع لوحدها، عندها 8 سنين ما بتكبرش.